صباح النور أستاذة صفاء. صباح النور، كيفكم؟ ماشي الحال، وأنت؟ الحمد لله تمام. قبل أن نبدأ بتحديد العلاقة بين فرط الحركة وتأخر الكلام، هل ممكن أن تفسري لنا بإيجاز ما معنى فرط الحركة أو الـ ADHD؟ هلا المعنى الحرفي للـ ADHD هو فرط الحركة وتشتت الانتباه. نعم. هو اضطراب عصبي سلوكي بيأثر على كثير من الوظائف الحيوية والحياتية عند الأطفال وحتى عند الكبار. طبعا الأطفال بالأعمار ما قبل المدرسة معرضين بنسبة 6-10% منهم ليكون عندهم مشاكل في فرط الحركة وتشتت الانتباه. الأدلت أو البالغين ممكن يكون عندهم بنسبة 2-4% مصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه. طبعا بيأثر على الوظائف الحياتية عموما، منها المهارات الاجتماعية، المهارات المعرفية، بالإضافة أكيد لتطور النطق واللغة والسلوك العام عند الطفل، وأكيد مهارات القراءة والكتابة فيما بعد. نعم، هل صحيح أنه اضطراب فرط الحركة غالبا ما يصاحب بمجموعة من المشاكل في اللغة؟ هلا اذا بدنا نحكي عن اضطراب فرط الحركه، هلا بدنا نحكي الاطفال المصابين بفرط الحركه وتشتت الانتباه هم ثلاث مرات اكثر او ثلاث اضعاف اكثر عرضه لمشاكل او لتطوير مشاكل النطق واللغه والتواصل المختلفه. يعني اذا بدنا نحكي على شكل التاخر اللي عندهم اللغوي او الاجتماعي بيتفاوت، يعني في اطفال ممكن يكون عندهم تاخر بشكل اللغه او بأنهم يتمكنوا من التواصل اللغوي والتعبير اللغوي والإدراك اللغوي بشكل صحيح. في أطفال ممكن يكون اللي تأثر عندهم وضوح الكلام فبيكون عندهم اضطرابات فونولوجية، وفي أطفال ممكن يأثر على شكل الكلام مثل أنه يكون عندهم اضطرابات في الطلاقة مثل التأتأة واللعثمة واعتلاج النطق والسرعة في الكلام. نعم، يعني سيدة صفاء، فرط الحركة عند الأطفال يرتبط بتأخر الكلام لأسباب نفسية وأيضا سلوكية، هل ممكن أن تفسري لنا ذلك؟ هلا في كثير عوامل بتاثر على الطفل وبتخلي عنده فرط حركه، من هاي العوامل عوامل جينيه وعوامل بيئيه وعوامل عصبيه. فلما نحكي انه هذا العامل العصبي او هذا الخلل العصبي او الجيني او حتى العامل البيئي لما اثر على الطفل وخلى عنده اضطراب مثل اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، بالتالي ممكن يكون في علاقه، وهذا نفس الخلل خلى عنده مشاكل في الطرق العصبيه وادت على وجود مشاكل في الذاكره السمعيه او مشاكل في المعالجه السمعيه والادراك اللغوي وبالتالي التعبير، فهذا جزء من المشكله. نعم. بالاضافه اذا بدنا نحكي من جهه ثانيه ومن ناحيه ثانيه، الطفل عشان يتعلم لازم يكون يقظ، لازم يكون منتبه، لازم يكون مركز. فإحنا بنحكي عن لغة، اللغة هي مهارات معرفية عالية، فعشان يتعلم هذا الخزان اللغوي كيف نلعبيه لازم الطفل ينتبه ويكون مركز وكذا. فهي العلاقة من الجهتين، يعني ممكن يكون السبب اللي أدى لفرط الحركة السبب العصبي أو الجيني أثر كمان على أنه قدرة الطفل أو استعداده لتطوير اللغة. نعم. وبرضو من جهة تانية أنه الطفل هذا برضو عشانه عنده مشاكل بالتركيز ما عندوش القدرة الكافية على أنه يطور تعبير لغوي كافي. يعني سيدة صفاء، من هنا العلاج، هل يجب أن يبدأ العلاج النفسي للطفل قبل البدء بالعلاج النطقي؟ هلا بالنسبه للعلاج لهذا الاطفال، العلاج احنا بنشتغل ضمن فريق احنا بنسميه مالتي ديسبلينري ورك، اللي هو بيكون في طبيب الاطفال المختص بالاضافه طبيب الاعصاب، اخصائي النطق واللغه، اخصائي العلاج الوظيفي، الاخصائي التربيه الخاصه ممكن حسب الحاله، والعلاج النفسي غالبا او العلاج السلوكي ممكن يصير تدخل بعده مراحل. يعني في ناس ممكن يفضلوا انه الطفل يطور لغه وتعبير بالاول. نعم. بعد هيك يشتغلوا على السلوك والمشاكل اللي ممكن تكون مصاحبه لهذا الاضطراب. في ناس ممكن لا يشتغلوا بالعكس، انه الطفل ممكن يكون غالبا قادر على تطوير كلام، قادر على تطوير لغة، ولسه المشكلة ما بينت كتير كبيرة، ولكن سلوكيا بيكون الطفل متأثر، فبالتالي بيشتغلوا على سلوكه مع ضمن الأخصائي النفسي أو الأخصائي الشخص المعني بتعديل السلوك. يعني سيدة صفاء، لكل حالة علاجة مع مجموعة من الاختصاصيين. نعم.
نعم أيضا لأنه في ناس بيضطروا للعلاج الدوائي كمان بحالات، بأي حالات، بحالات قصوى أو صعبة جدا، بيعتمد على عمر الطفل، وبيعتمد نعم. على برضه حتى رغبة الأهل، وفي مرات بيضطروا لهذا العلاج أو هاي الأدوية من أجل برضه تحفيز الطفل على أنه يستطيع ينتبه ويركز عشان يتعلم، لأنه برضه في أولويات عند الأهل. الطفل مهم كتير يكون حاضر للمدرسة، جاهز بالمدرسة، الطفل ما يكون مزعج، الطفل يتعلم، فممكن يكون في تدخل دوائي. طبعا اللي بيقرر هذا الشيء طبيب الأعصاب. بقي لي دقيقة واحدة سيدة صفاء، يعني من خلال تجاربك مع هذا النوع من المشاكل، ما هي مقومات نجاح العلاج، وهل يمكن للطفل استدراك ما فاته؟ أكيد الطفل ممكن يتعلم، بس نحن زي ما حكينا بالأول بالبداية أنه مهم كتير الطفل يشتغل بطريقة منظمة ومسستمة، يعني مهم كتير إحنا كأخصائي نطق لغة نشتغل على مهارات ما قبل اللغة مثل التركيز والذاكرة السمعية والمعالجة السمعية، المهارات الحسية المختلفة، عشان نساعد الطفل يصير عنده مدخلات أكتر تساعده بتطوير تواصل ولغة بشكل أفضل فيما بعد. فأكيد الطفل في عنده قابلية تحسن، حتى الكبار الأكبر مثلا الأطفال الأكبر اللي ممكن يكونوا أكثر عرضة لمشاكل تحصيل الأكاديمي أكيد ممكن يتحسنوا، بس زي ما حكينا الموضوع محتاج تدخل مبكر، محتاج تدخل من ضمن فريق، محتاج تعاون للأهل، بالإضافة حتى لتوجيه قدرة الطفل أو حركته هاي توجيهها بشكل صحيح عشان نستفيد منها ونحسس الطفل بأهميته، ونحس الطفل بأنه قادر على أنه يعبر عن نفسه، وحتى موضوع الحركة أنه ممكن نوجهه للألعاب الحركية، نوجهه للنشاطات البدنية اللي بتساعده يخفف من هاي الحركة، وبتساعده كمان يحس حاله أنه مستمتع، مش كل إشي أنه يكون بس على الطاولة وكل إشي بس يكون صعب عليه، لأنه بتعرف شعور أنه هو مش قادر يركز قديش ممكن يكون صعب عليه. أكيد. شكرا على كل هذه المعلومات الاختصاصية في النطق صفاء البستنجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان. أهلا فيكي.